هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الشرقية. فيها تم الانتهاء من 7 مشروعات خدمية بتكلفة تخطت 220 مليون جنيه. أما في كفر الشيخ فتم تركيب كابلات الفايبر بسيدي غازي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي. كمان في محافظة المنيا تم إجراء 14579 عملية جراحية مجانية. وفي بني سويف أعلن شركة مية الشرب والصرف الصحي ضعف المية ببعض قرى المحافظة لمدة يومين لأعمال الصيانة. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها أن محافظة الشرقية أعلنت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات خدمية بقطاعات الصحة والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 220 مليون و700 ألف جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه جاري تركيب كابلات الفايبر بمدينة سيدي غازي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق العامة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وبيأتي المشروع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز خدمات الإنترنت فائقة السرعة اللي بتعد جزء أساسي من خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات. أعلنت محافظة المنيا إجراء 14579 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار اللي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه عن مركز مدينة أهناسيا، المعصرة، قاي ومطار دانديل، الحمام بمركز ناصر اليوم الأحد من الساعة 8 صباحاً حتى يوم الاثنين الساعة 6 مساءً لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز أهناسيا. افتتحت محافظة الأقصر فعاليات ملتقى الأقصر للتوظيف في مقر مكتبة مصر العامة، ومن المقرر أن يتم متابعة من سيستلم وظيفة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور. في البحر الأحمر بدأت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها في مدينة مرسى علم لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً، وتحديداً بقرية أبو غصون ووحدة طب الأسرة بالمدينة، بعدما تم الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي قرية أبو رماد بحلايب. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأليوبية إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة الأليوبية، وبتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات الطبية. محافظة الوادي الجديد أعلنت توزيع شنط ومستلزمات مدرسية مجانية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بقرى المرحلتين الأولى والثانية من قرى الأربعين، بالإضافة لتنظيم معرض للزي المدرسي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين. تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود دعم أهالي قرى الأربعين بمركز باريس والتوسع في مبادرات توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.